السلام عليكم أصدقائي، اليوم إن شاء الله غادي نطرق الموضوع ديال كيفاش نكرييو دي يوزر أو لا إنشاء يوزرات بزاف ديال جوجل كروم. فكيف تلاحظوا معنا كاين جوجل كروم أصلي وكاين هاد اليوزر هادو. كيف لاحظتوا معنا فبزاف منا يعني كيبغي يطلع المشاهدات في يوتيوب أو لا أصحاب القنوات اللي يلاه بدات باش تكمل 4000 ساعة، فما عليها إلا تخدم بهذه الطريقة هذه. كيف لاحظتوا معنا كاين دي يوزر بزاف تخدم بيهم، كتلونسي هكا وهكا لي بلاي ليست دونك كيطلعوا المشاهدات. فعلى بركة الله باش نوريكم الطريقة كيفاش تكريو الدي يوزر هادو. فغادي نمشيو لجوجل، كيف لاحظتوا معنا غادي نجيب هاد الايقونة هادي من هنايا الفوق، غادي نكليكيو يا اما على هاد البارامتر اللي كتشوفو كورسور فوقها او لا غادي نجيو لاجوتي نيشان. دونك عندنا جوج ديال الاختيارات، كيف لاحظتو معنا انا ديجا كرييت يعني دي يوزر، فما عليكم الا تجيو اجوتي و ديرو كونتيني سون كونت او لا كونيكسيو على حساب. من بعد راه اصلا غادي تدخلو يعني دي كونت ديالكم. فهنايا كتجيو مثلا تعطيو رقم او لا يعني شي سميه او لا اسم و كتكليكيو على اوكي. كيف لاحظتو معنا هو تكريا اوتوماتيكمون و تزاد هنايا يوتيوب 1. فهكا اخوان غادي نكونو يعني كريينا اليوزر كتر و غادي نخدمو بيهم باش نطلعو لي مشاهدات ديالنا على يوتيوب او لا يعني نخدمو بيهم اي حاجة. نتمنى تكون عجبتكم الحلقة هادي الاخوان، و متنساوش كيما عادة تبارطاجيو الفيديو و ديرو جيم و تفعلو زر الجرس باش يوصلكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم.